مسجد هو الأكبر في إفريقيا بعد أن كان اللقب لعدة سنوات باسم مسجد الحسن الثاني في المغرب. استغرق بناؤه 10 سنوات. فكرته لم تعجب الفرنسيين، يعتبره أنصار الرئيس الجديد للجزائر إنجازاً، ويعتبره معارضوه دليلاً على فساده. مسجد الجزائر الأعظم، هل ما خفي أعظم؟ حلم معظم علماء الدين الجزائريين، أرادوه مشروعاً ينافس مسجد الزيتونة في تونس ويتفوق على مسجد الحسن الثاني في المغرب. طالب به محمد الأخضر علوي المدير العام السابق للوكالة الوطنية، وتبناه وزير الشؤون الدينية الأسبق بو عبد الله غلام الله، الذي أقنع الرئيس السابق بوتفليقة بضرورة تمويله، وسمحت الأريحية المالية التي مرت بها الجزائر بين عامي 2005 و2008 برصد 1.5 مليار دولار بداية لإنجاز هذا المشروع الضخم. وبدأ العمل به بداية مع شركة ألمانية وتحت إشراف وزارة الشؤون الدينية. لاحقا تم ضم وزارة السكن للإشراف على المشروع، والتي كانت تحت إشراف الرئيس الحالي للجزائر عبد المجيد تبون. لاحقا تعثر تسليم المشروع ضمن الوقت الذي حدد لإنجازه، فسحبت الجزائر الإشراف من الشركة الألمانية وسلمته لشركة صينية، وازدادت تكلفة بناء المسجد الأعظم حتى وصلت 2 مليار دولار. مشروع عملاق. المسجد هو ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين في مكة والمدينة. مساحته 400,000 متر مربع، يعد أكبر مسجد في أفريقيا، ويحتوي على أعلى مئذنة في العالم بارتفاع 265 مترا، ويتسع لأكثر من 120,000 مصل، كما يضم أيضا دارا للقرآن ومكتبة تتسع 6,000 شخص، ومركزا ثقافيا إسلاميا، وقاعة محاضرات، ومتحفا للفن والتاريخ الإسلامي، ومركزا للأبحاث حول تاريخ الجزائر، بالإضافة للمدرجات والحدائق. وكان من المفترض أن يتم افتتاحه زمن بوتفليقة، لكن رحيله عن الحكم بسبب الاحتجاجات الشعبية حالت دون ذلك. حرب فرنسية. عام 2016 بدأت الصحافة الفرنسية بشن هجوم على فكرة المسجد، وحاولوا تصويره على أنه مشروع بوتفليقة لتخليد اسمه. وبث موقع فرانس 24 تقريرا مفاده أن المسجد يثير غضب واستياء الجزائريين، بحجة أنهم كانوا يتمنون أن تنفق أمواله على الصحة والتعليم والسكن. فخرج مسؤولون جزائريون للرد على الفرنسيين بأن المشروع ليس للرئيس، بل هو حلم كان في رؤوس علماء الدين الجزائريين. كما خرج عبد المجيد تبون وزير السكن في حينها والرئيس الحالي للقول إن غضب الفرنسيين من المسجد جاء على خلفية عدم إعطاء مناقصته لشركة بويغ الفرنسية. كما وضع سببا آخر لغضب الفرنسيين، حيث بني المسجد في حي المحمدية والذي كان يحمل سابقا اسم لافيغري، وهو مبشر فرنسي، واصفاً المعارضين للمشروع بأذناب فرنسا في الداخل. فساد أم إنجاز؟ بالرغم من أن إنشاء المشروع استغرق أكثر من 10 أعوام، وبالرغم من أن المسجد ارتبط بمؤسسات ومسؤولين جزائريين كثر، إلا أن أكثر الأسماء ارتباطاً بالمشروع هو الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، الذي رافق المشروع في مرحلتين، مرة حين كان وزيراً للسكن، ومرة حين كان في منصب الوزير الأول. ودائما ما تصدر تبون للدفاع عن المشروع بوصفه أحد منجزاته، في حين خرجت تقارير صحفية في أكتوبر عام 2019 تفيد بشبهات فساد إبان تولي تبون منصب الوزير الأول، واتهمت ابن الرئيس تبون بتضخيم فواتير تتعلق بشراء مستلزمات المسجد من إيطاليا، حيث بلغت قيمة الشراء 10 ملايين يورو، في حين كان يمكن شراؤها بأقل من نصف المبلغ. ومطلع عام 2019 تقارير أخرى قالت إن سبب طرد تبون من منصبه كان كذبه على الرئيس بوتفليقة فيما يخص تسليم المشروع، تهم نفاها المقربون من الرئيس تبون. الجدل المستمر.
اليوم مع وصول عبد المجيد تبون للحكم بعد انتخابات شارك بها أقل من نصف الجزائريين ونجاحه بنسبة تجاوزت نصف أعداد الناخبين، ما يزال يلقى تبون معارضة جزائرية تتهمه بالفساد والتربح من فترة حكم بوتفليقة، وما تزال الشعارات في الشارع ترفع لإسقاط من يسميهم الجزائريون رموز النظام السابق والذي يمثل الرئيس الحالي الجديد أحدهم. برأيك هل الجدل القائم حول مشروع المسجد الأعظم سيستمر؟ وكيف تتوقع أن تكون فترة حكم الرئيس الجديد؟